خونا احنا نتواجدوا في الفيرما ديال الحاج نجيب اللي هو تبارك الله راه الشهره راه كتبين راسها بان راه تبارك الله شتي لا فورم ديالها راه هو زبر ودار الماستيك وميم طون في نفس الوقت في نفس النهار. ودابا جينا في هاد الوقيته اللي مازال الشجرناس مازال ما فايق ما والو تنديروا البريليمون ديال التحاليل ديال التربه وتنهزوا كما هضرت في الاول تنهزوا التربه الفوقانيه اللي هي هذه لان بعض المرات تلقى الفلاح تيقول لك هز هنا تنقول ليه لا ما نهزش انا خصني نهز هنا اللي كاينه فيها هذيك الشبكه. دابا هذه 30 سنتيم هذه هي 30 سنتيم وتيخصني شوف الشبكه تبارك الله هنا هذه هي دابا لي زيبوال الابسوربون هاد الشبكه هذه هي اللي كتمص واش باينه ما بيناش نبينها انايا ها هي هاد الزغيبات اللي ما خصناش نخليهم يبسوا وما نكثر لهمش الماء وما نخليهمش يبسوا الا كثر لهم الماء غيخمجوا غادي يوليو شومبي غادي يولي لنا فيه شومبينيون الا يباسوا ما كانش الشتا ما كانش الماء غادي يبسوا يعني خصنا نخليو لهم الماء شويه ليميديتي شويه ليميديتي ديما تكون عندهم هذا هو وتبارك الله سيد الحاج راه تيدير التحاليل كل عامين تقريبا درنا ليزانيز ديال الوصول في 2020 دابا حنا 2022 ودرنا في 21 الورق نعم. شهر 6 7 دابا راه في 2022 تيعاود التربه نعم. باش يشوف الشجره ديالو شنو كلات شنو خلات ونعاودو نجددو ليه البرنامج ديال 2022 2023. السلام عليكم الاخوان دابا حنا في واحد العمليه ديال بريليفمون ولا ديال الهزان ديال لي زيشونتيون تنجيو حدا الشجره تنجيو تحت الكوتور فين تيقطر الماء فين كانت الماكله خصنا نشوفو الريزيرف ولا داكشي اللي كان خلانا العام اللي فات هنايا ديال المواد المعدنيه تنحيدو ديك الطبقه الفوقانيه اللي فيها الغبار الجديد نحيدوها هي الاولى عاد نهودو لتحت وكنضربو 0.30 مثلا بحال هكا واخا ما نقيتهاش بليك راه مازال كنقيها بالبرينه هكا في الطريق تحيد عاد تنهود باش نهز 0.30 30.60 دابا هادي راه فيها 63 سنتيم شتي البريمه فين غاديه غاديه 63 سنتيم راه ديك الطبقه الفوقانيه ديك الشبكه الفوقانيه هزينا فيها التربه ديالها وهزينا في 60 باش عاوتاني نضربوا بها عامين وكاين الفلاحات اللي كنقول لهم 3 سنين واحد لكن واحد الزرانيت مثلا الفوليير تيداروا كل عام ضروري تفرع عليهم لونصار دابا كاين اناليز ديال الميكروبيولوجيك الماء فيزيكي شيميك ديال الماء ديال البوتابيليتي لان دابا مع لاناط مع شي ديال الشتا ما كايناش ضروري لانه ما عاودتي تيديروا ليكسبور ها وي تيعاودوا كل عام لان تيديو السلعه ديالهم تيديوها لبرا ثرمالي نورم وتكون نقيه وتكون ذاك الودار ذاك التحليله ديال الريزيدي بيسيس اللي كنا هضرنا عليها نعم باش ما يكونش شي ماده سامه لان في برا تيراقبوا ولكن حتى في المغرب ان شاء الله راه جاي داك الشيء راه نراقبوا حتى هنا في المغرب نعم يعني داك الشيء علاش نديروا كل عام الطبقه الفوقانيه اللي فيها الشبكه خصني نهزو ديما حدا لي هادو تنسميهم لي زيبوال ابسوربون اللي تيمصوا الماء ومن الماء فيه المواد وفيه